مرحبا، معكم كارمي شماس. اليوم بدي احكي عن الاحد، 29 ايلول سبتمبر. كيف بده يكون هذا النهار؟ اليوم نحن كلنا تحت تاثير القمر الجديد في برج الميزان. هيدي مساله مره بتصير بالسنه، بتناسب الابراج الهوائيه اكيد، مواليد برج الميزان بالطليعه، مواليد برج الجوزاء، مواليد برج الدلو، كمان بيستفيدوا منها مواليد برج الاسد، مواليد برج القوس. يعني كيف رح بيكون هذا النهار؟ البدايه مع برج الحمل. مولود برج الحمل انت اول الابراج، لازم تعرف انه انت اول الابراج يلي بتكون مزعوجه من تاثيرات هالقمر الجديد. حكيت عن هالامور امبارح. اليوم الجو متقلب عندك، بعد عن المشاكل، سواء كنت مع العائلة، سواء كنت بالشغل، سواء انت على الطريق، بدك تطول بالك لانه خلقك ضيق شوي ومعقولة تنزعج بسرعة. عندك طاقة كتير كبيرة، فانتبه كيف بدك تستعملها اليوم، وقال بتطلع بخناقة. تبقى المواليد الاكثر تعبا 1-10 نيسان ابريل. بالنسبة لبرج الثور، نهار طويل، نهار شغل. اليوم إن كنت بالبيت، إن كنت بالشغل، إن كنت على الطريق، إن كنت لحالك، اليوم فجأة مولود برج الثور بيلاقي حاله عنده بروجكت عم يشتغل عليه، عنده مشروع عم يشتغل عليه. بتخلق أو منه لحاله بتشوف إنه طلع المشروع. فحضر حالك اليوم، مولود برج الثور نهارك طويل، لكن فيكون بداية لصفحة مهنية جديدة، أفكار جديدة بتخطر على بالك، مثلا بتبلش تكتب مقال، بتبلش تكتب يمكن كتاب، بتبلش تشتغل على مسألة، بتبلش دايت، بتبلش سبور، رجيم، ممارسة رياضة، كل الأمور في بداية جديدة. بتبقى المواليد اللي بعتبرها اليوم أنشط من غيرها هي 4 5 6 و7 أيار مايو. اما بالنسبه لبرج الجوزاء، اليوم هو من اجمل الايام. يعني اليوم التاثيرات حلوه كثير، لدرجه انه معقول تحمل لي مولود برج الميزان خبر سار، خبر جيد. واحسن شيء بتعمله اليوم مولود برج الميزان انك انت تحمل حالك، انت تحملي حالك وتشتغلوا على انه تاخذوا الجواب. يعني في عندكم مسألة صار لها زمان ما عم بيردوا عليكم، ما عم بيحكوكم، بتلفنوا بتبعتوا ايميلات وما بيحكوكم، اليوم نهار جيد جدا لحتى انتم تتصلوا وتاخذوا المبادرة. ليه؟ لأنه الحظ عندكم مش عندهم، وبالتالي انتم اليوم لازم تاخذوا المبادرة، الحظ معكم، الحظ بيساعدكم وبيخلي نهاركم ايجابي جدا. كلكم محظوظين. بشكل خاص يلي تحت تأثيرات كوكب المشتري، يعني عم نحكي عن مواليد 8 9 10 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. هالقمر الجديد اللي عم بيخلق عندك، عم بيخلق في البيت الرابع، ببيتك، بعقر دارك، في مسألة جديدة بتدخل بيتك، في مسألة جديدة بتدخل حياتك الشخصية. يمكن تكون فكرة، يمكن يكون مشروع، يمكن يخطر على بالك شغلة. وكل هالأمور هاي بتساعد مولود برج السرطان وبتخليه يفرح، مفروض يكون في فرح عندك. أي مسألة جديدة عم تخلق عندك اليوم مولود برج السرطان لازم تكون لصالحك، تخدم مصلحتك، تخدم مصلحة العائلة، بتخدم أمورك، فاشتغلوا على الأساس. خلوا القلق على جنب، هلأ مش وقتها. تبقى المواليد اللي بعتبر أنه في عندها شوية تقلبات أكثر من غيرها هي مواليد 12 و13 تموز يوليو. أما بالنسبة لبرج الأسد، فهالقمر الجديد تأثيراته منعشة عن مواليد برج الأسد، بتخلي طاقتكم اليوم حلوة، حضوركم حلو، الأمور اللي بتشتغلوا عليها وفيها بتكون اليوم مبدعة، بتكون خلاقة، بتكون متجانسة مع الأجواء اللي أنتوا فيها. هنالك تدقيق ببعض الأمور، هنالك سرعة خاطر، وهنالك بكتابتكم أفكار حلوة ممتازة. فاليوم أنا بعتبر مولود برج الأسد إنسان مهم جدا، ضروري تكون عم بتشارك، ما تختفوا عن الأنظار. 8 9 10 أب أغسطس ديفينتلي هني الأكثر حظا. بنتقل لبرج العذراء. اليوم مولود برج العذراء كمان في عنده نشاط حلو، كمان في عنده توارد افكار، كمان في عنده مسائل بتساعده لحتى يحط من طاقته ويستثمر بطاقته وبكفاءاته ويطلع ربحان. فاليوم مولود برج العذراء لازم تعرف انه ما في شيء حدا بيقدر يعمله اذا انت مش راضي، او اذا انت منك رايد انه تصير القصة. فضروري تكون انت مؤمن بذاتك، واثق من حالك، وحابب انه عندك الارادة انك تقوم باي مشروع او اي كلمة او اي اتصال او اي زيارة. بس لما تحط بعقلك شغلي اليوم تزبط معك.
الأكثر حظاً 28-29 آب أغسطس، 7-8-13 و14 أيلول سبتمبر. وبسبب تأثيرات كوكب المريخ كونوا حذرين. مواليد 19-20 خليني أقول أكثر، مواليد 20 و21 أيلول سبتمبر. بالنسبة لبرج الميزان شو بدكن أحلى من هيك؟ مرة بالسنة بيكون القمر نيو مون، قمر جديد عم بيخلق ببرجكن، يعني اليوم كل شيء الأضواء مسلطة على مواليد برج الميزان. اليوم في تفاؤل، اليوم في حماسة، اليوم في أجواء إيجابية. وحتى شو ما صار من حولكن، اليوم مولود برج الميزان قالب قادر يقلب الأمور لصالحه. فتخيلوا شو ما صار اليوم، مواليد برج الميزان قادرين تقلبوا الأمور لصالحكن. ما تخلوا شيء يزعلكن، لأنه أصلاً اي شيء ما في شيء اصلا بيزعل، واليوم انتم قادرين تقلبوا كل الامور لصالحكم. في فكره حلوه كتير تخطر ببالكم، يمكن مشروع، وهالمشروع او الخطه يمكن تكون لونج تيرم، يعني عم تفكروا لبعيد، بتخطر على بالكم اليوم، يمكن حتى خطرت على بالكم امبارح بعد الظهر. فاليوم نهار كونوا منفتحين على الكون، لانه الكون اليوم رح يبعث لكم اشارات سيجنلز ساينز، و رح بخليكم تكونوا فعلا مبدعين، وانتو نجوم اليوم، يو ار ريلي ستارز. الاكثر حظا مواليد 12 و13 اكتوبر. بنتقل لبرج العقرب، اليوم نهاره بطيء مولود برج العقرب، الامور عندك ستاند باي، معليش عود انطر، مثل وصلت عم حطت القطار وقاعد ناطر، بدك تنطر ليوصل وقتك لحتى تنتقل الى المحطه الثانيه. فانت هلا اليوم في محطه انتظار، عم تنطر ليوصل امر لبرجك بكره الظهر. فطولوا بالكم مواليد برج العقرب، إذا استعجلتوا تطلعوا على القطار الخطأ، بيطلع قراركم خاطئ وبتندموا ليش استعجلتوا. إذا عندكم أمور لازم تروحوا عليها، من لقاء، من اجتماع بدكم تنتبهوا، من عجقة السير، من الالتباسات، قلة التفاهم، سوء التفاهم، ومن المحتالين. كونوا حذرين بشكل خاص 29-30 أكتوبر. بنتقل لبرج القوس، بالنسبة لمولود برج العقرب، يعني اليوم أنا بعتبره من الأيام الأقل حظا فكون حذر. بنتقل لبرج القوس، نهاره حلو كتير مولود برج القوس، في أخبار حلوة، في تأثيرات حلوة من حولك، في كأنه في نوع من مؤامرة لتمشي معك، لتمشي لك أمورك، نوع جيد جدا، بخلي اليوم مولود برج القوس يكون الشخص المناسب في المكان المناسب. اليوم مولود برج القوس إنسان بيلفت الأنظار، إنسان أفكاره حلوة، طلته حلوة، مشيته حلوة، ضحكته حلوة، كلامه حلو، لايق. هلأ ما تزيدوها يعني، بس إنه إيه، مش إنه كل كلمة بتقولوها يعني هي حتى لو هي خطأ، لا، اليوم اشتغلوا على هالأمور، لأنه اليوم فيكن تكونوا إنفلونسرز ومؤثرين. 9-11 ديسمبر تأثيرات كوكب المشتري، بعدها معكم أنتوا الأكثر حظاً. بالنسبة لبرج الجدي وتحت تأثير هيدا النيو مون مولود برج الجدي، فيني اقول لك انه شو عم بيصير من حولك هو لفت انظار لك، سواء أنا الخطأ بيّن انت يمكن تكون مسؤول عنه، فبدك تعمل حسابك انه ما تكون في امور غلط. يمكن يكون عندك مسؤولية كبيرة، الأهل متعبينك لأنه عندهم مطالب، لأنه بحاجة لألك، لأنه فعلا بحاجة لاستشارتك، الأولاد تدرسهم، تاخدهم، تجيبهم، شريك الحياة، الجيران، المسؤوليات، كل هالأمور هاي يمكن تعبك مولود برج الجدي. لكن نوعية الوقت كتير مهمة ترفع من شأنك، نوعية الوقت منا ما بتشدك نزول، نوعية الوقت ترفع من شأنك، فكون جاهز. هاي نصيحتي لألك، حتى لو تعبان وحتى لو عندك شعور بالقلق والانزعاج، عطية المسؤوليات، عطية وقتها. الأكثر حظا 28-29 ديسمبر. أما بالنسبة لبرج الدلو، مولود برج الدلو اليوم نهار هو للاحتفال، للمشاركة في احتفالات، للتعاطي مع الناس من كل قلبك. اليوم نهار
بتعيش فيه أكثر من فرحة، بتعيش فيه أكثر من لحظة حلوة، بتختبر أمور غريبة عجيبة لكن بتفرح فيها. اليوم الحظ معك بالتأكيد، واليوم حلو للسفر، حلو للدرس، حلو للسهر، حلو لتمضي وقت، لتتعرف على الناس، ولحتى تجرب شيء جديد. الحظ معك. الأكثر حظا فينا نقول هلأ كلكم محظوظين بشكل خاص مواليد 6 7 و 8 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت اليوم وتحت تأثير هالقمر الجديد يلي هو في البيت الثامن عندك، المسائل المالية، بوليصات التأمين، يمكن في عندك معاملة عم تشتغل عليها، ملف ناطر بدقوا لك، ايميل ناطر منك مجاوبه او ناسي، يمكن عندك اليوم ميتينج، عندك لقاء مهم، وضروري تكون كل الامور مزبطه ومرتبه. ضروري اليوم تكون شخص اليوم دبلوماسي. مولود برج الحوت مش انه تزعل وتبرم وجهك وتخلي الناس انه تعرف انك زعلان. اليوم ما ضروري حدا يعرف انك زعلان او مزعوج، بدك تكون كبرنت في اليوم وما تفرجي انك متضايق. بتبقى المواليد الأكثر انزعاجاً اليوم هي 18 و19 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم، وما بتفرق مولود اليوم أي سنة خلقان، بقول له لمولود اليوم أنه بانتظاره سنة بيرافقك فيها هالنيو مون. النيو مون شيء كتير مهم لأنه واضح جداً، ومش كل سنة بتعيدوا عيد ميلادكم بيكون في معكم تأثيرات مهمة مثل النيو مون. فواضح جدا انه في تكوين عم بتكونه بهيدي السنة، نواة جديدة عم بتحطوا ركن اساس لخطة لمشروع جديد رح ينبنى ابتداء من هيدي السنة. فكل شيء عم بتعمروه عم تبنوه بهيدي السنة لازم تفكروا لبعيد لأمد طويل، فهو مشروع طويل، يمكن يكون بداية مرحلة كتير طويلة، فيها تكون مرحلة طويلة جدا تقريبا ل 28 سنة، فيها تكون لسنتين ثلاثة، فيها تكون ل 14 سنة. فهيدي السنة بعتبرها كتير مهمة، واضح انه في بداية جديدة وفي قرارات مهمة سوف تتخذ. اكتوبر ديسمبر ايضا في عنا شهر شباط فبراير وحزيران يونيو، هني افضل الاشهر. بتمنى لكم نهار كتير حلو، رجاء دعم الفيديو باللغة الانجليزية وايضا الابراج الاسبوعية. بودعكم، باي باي.